بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه، حلقه تشوفوا فيها اهداف للاعبي قطاع الناشئين خلال المباريات السابقه، مباريات الاسماعيلي. الاسبوع ده شاهد تفوق كاسح للاعبي النادي الاهلي على نادي الاسماعيلي، ابتدت مع الفريق الاول وكان فوز برباعيه، وايضا فريق 2001، فريق 2003، 2006 و2005 و2007. مباريات على اعلى مستوى وجهد كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ايضا كمان هيكون معايا ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني النهارده، نجم الاهلي السابق وايضا المدير الفني لفريق 2008 الكابتن احمد صديق، والحديث عن المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وخاصه فريق 2008، الفريق المليء بالمواهب والنجوم الصاعده ان شاء الله هتشوفوها في المستقبل القريب. قبل ما اروح لحلقتنا النهارده المميزه، طبعا لا صوت يعلو فوق صوت القمة، الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة 8:00. دائما وأبدا مباريات الأهلي والزمالك بتكون مباريات قمة، حتى لو في الناشئين والأشبال، وإن شاء الله قريبا هنزع لكم أيضا برضو مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، ودائما بتحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة من كل عشاق كرة القدم، سواء في مصر أو في أفريقيا أو الوطن العربي أو في العالم أجمع. الأهلي والزمالك من أهم الدربيات الموجودة في العالم. دايما مباراة الأهلي والزمالك بتكون مولد لنجوم كتير، شفنا خلال السنين السابقة لعيبة بدأت تظهر وبدأت الجماهير تعرفها وبدأت تتعلم مع الجمهور من خلال مباراة الأهلي والزمالك. اللي بيحرز هدف في مباراة الأهلي والزمالك، وخاصة لما المباراة بتكون مثيرة وبتكون يعني فيها أهداف، دايما بتكون عالقة في أذهان الجمهور. شفنا قبل كده مباراة 6-1، مباراة 4-3، 4-2 في السبعينات، فدايما في مباراة أهلي وزمالك عالقة في أذهان الجمهور. قبل ما نتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك، لازم نتكلم السنة دي عن شكل الدوري العام. مسابقة الدوري العام السنة دي من أفضل المسابقات اللي احنا يعني نقدر نقول شفناها خلال 20 سنة سابقة. في نظام ابتدى من أول المسابقة، في رابطة أندية محترفة بنشيد لها وبنقدم لها كل التحية على المجهود الكبير اللي اتحط من أول نظام المسابقة. بنشوف مباريات، أولا مباريات فنية لأعلى مستوى، بنشوف معظم المباريات أو كل المباريات فيها أهداف. فالنهاردة احنا بنتكلم عن مسابقة قوية، واحنا شايفين دلوقتي أهلي وزمالك المباريات السابقة. لازم أقف على لقطة الجمهور، جمهور كرة القدم اللي احنا بنشيد بالرابطة، اللي حط أول حاجة في النظام الجديد لما بنشوف 1000 من هنا و1000 من هنا. وانت النهاردة كمشجع لكرة القدم وانت قاعد في البيت وبتسمع صوت الجمهور الألف والألف، بتحس النهاردة ان كرة القدم المصرية رجعت تاني على الطريق الصحيح. ان شاء الله خلال الفترة القادمة والشهور القليلة القادمة نشوف الأعداد دي تتزايد. أكيد الأهلي والزمالك وحضور الألف والألف من هنا هيكون ليها رونق وليها حلاوة تانية. دي مباراة أهلي وزمالك 4-3 اللي أحرزت فيها هدفين، كان الهدف الثالث والرابع، وهيكون ضيف النهاردة أحمد صديق اللي عمل الهدف الرابع، وهنتكلم أكيد عن مباراة الأهلي والزمالك باستفاضة. حال الفرقتين قبل دخول القمة يوم الجمعة القادمة، الأهلي عنده 6 نقاط من ماتشين، وأيضا الزمالك عنده 6 نقاط من ماتشين. مش حابب النغمة اللي بتتصدر من أول الأسبوع في المسابقة وبتقال أصل الزمالك ممنوع من القيد فترتين، أصل الزمالك ناقص. عمليا الزمالك مش ناقص، الزمالك مكتمل اللاعبين. 3 لاعبين اللي كان هيتم قيدهم في بداية الموسم مش لعيبة مؤثرة بالنسبة لنادي الزمالك، وعمرهم ما يكونوا لعيبة أساسية. اللعيبة الأساسية موجودة، علشان كده مباراة القمة يوم الجمعة القادمة هتكون مباراة فيها ندية كبيرة، مباراة مهمة جدا للفرقتين، حتى وإن المباراة هتكون في الأسبوع الثالث. دايما كنا معتادين نشوف مباراة الأهلي والزمالك متأخرة شوية في نهاية الدور الأول ونهاية الدور الثاني. السنة دي جاية في عمر المسابقة في الأسبوع الثالث، هتكون أيضا مباراة مهمة. النادي الأهلي النهاردة لعب مباراة ودية أمام المرج، انتهت بفوز الأهلي 2-1. الهدف من المباراة تجهيز اللاعبين أو العناصر اللي ما كانتش بتشارك خلال الفترة السابقة، علشان كل اللعيبة تكون جاهزة للقاء القمة، كل الأوراق تكون موجودة أمام مستر موسيماني اللي بنتمناه له إن شاء الله
كل التوفيق في هذه المباراة، سواء في التشكيلة الأساسية اللي حطها أو التغييرات. مهم جدا في ليلة مباراة القمة الأهلي والزمالك حالة لعيبة نادي الأهلي. مش شرط إنك تكون ماشي خلال الفترة السابقة بشكل جيد أو بتكسب إنك تيجي يقول ليلة المباراة دي، لا، ليلة المباراة دي ليها مقاييس مختلفة شوية، حالة اللعيب يوم المباراة. أهم من ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى بلغة الكرة إن الكرة تكون ماشية معاك. حال الفرقتين برضو، وأنا بتكلم إن الأهلي كسب 6 نقاط، الزمالك كسب 6 نقاط في الماتشين، الأهلي خرج نظيف الشباك وأيضا الزمالك خرج نظيف الشباك. الأهلي في المباراة الأولى اتحسب له ركلة جزاء، الزمالك في الماتشين اتحسب له ركلتين جزاء. ولازم أقف هنا ونحط علامات استفهام عند ركلتين جزاء. الركلة الأولى ما كانتش صحيحة أمام إنبي وكانت بشهادة كل الحكام. الركلة التانية اللي شفناها فيها المباراة السابقة لنادي الزمالك أيضا كان عليها علامات استفهام. علشان من هنا بقول للتحكيم المصري اللي هيدير هذا اللقاء، شفنا السنة اللي فاتت كابتن محمود البنا أدار المباراة الأولى وأشاد بيه كل الناس بالتحكيم المصري. المباراة التانية الكابتن أمين عمر اللي انتهت بتعادل النادي الأهلي، والنادي الأهلي اتظلم وكان ليه ركلة جزاء في هذه المباراة بالرغم من وجود الفار. فاحنا هنا بنأكد مباراة يوم الجمعة هتكون بتحكيم مصري. أتمنى التوفيق للطاقم المصري. زي ما احنا بنقول النهاردة بنتمنى القمة بين الأهلي والزمالك تخرج بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، الشكل اللي بيتابعه كل عشاق الكرة المصرية وفي أفريقيا وفي العرب وفي العالم كله. أتمنى على المستوى التحكيمي أيضا تليق بمباريات الأهلي والزمالك. النهاردة الأخطاء يعني في أخطاء بتبقى محتملة، في أخطاء ممكن تعدي، لكن اللي احنا شفناه في عمر أول أسبوعين في الدوري وركلات جزاء ليس لها أي من الصحة مش هنستحمل في مباراة الأهلي والزمالك، خاصة إن الاتحاد المصري أو الكابتن عصام فتاح هيعول كثيرا على التحكيم المصري. فنتمنى التوفيق، تحكيم يكون فيه هدوء، يكون فيه عدالة، عدالة بالنسبة للحكام الموجودين على الفار، وحط كذا خط تحت حكام الفار. حكام الفار اللي حكموا ركلتين جزاء في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، لازم النهاردة نحط علامات استفهام وخطوط تحت حكام الفار. احنا مش محتاجين غير العدالة، لكن تبقى دائما وأبدا مباراة الأهلي والزمالك قمة، حتى في أي لعبة، طايرة، سلة، تنس طاولة، مباريات ناشئين بتحظى بمشاهدة كبيرة جدا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة، يكون يوم النادي الأهلي. احنا لسه بنتكلم في الأسبوع الثالث، مشوار الدوري لسه طويل، مشوار الدوري لسه طويل. فالنهاردة مش عايزين استعجال حتة الجمهور في خلال الثلاث أربع أيام اللي جايين دول، عايزين مساندة لكل لعيبة النادي الأهلي، عايزين كل المساندة للعيبة اللي قاعدة حتى بره على الدكة قبل اللعيبة اللي موجودة في الملعب. النهاردة والنادي الأهلي بيلعب وموجود، بنشوف النهاردة محمود كهربا بيتألق في مباراة المرج وبيقول أنا موجود وعايز أحجز مكان، بنشوف حسام حسن الوافد الجديد النهاردة بيسجل وبيظهر بشكل جيد. كل اللعيبة النهاردة اللي كانت خارج التشكيلة الأساسية خلال الماتشين اللي فاتوا النهاردة بتكون موجودة في مباراة المرج وبتأدي. بنشوف برضو بيرسي تاو الوافد الجديد وهو بيأدي ما شاء الله في مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي. النهاردة مباريات الأهلي والزمالك بتكون مولد نجوم. النهاردة اللي بيسجل أهداف فيها بيعلم مع الجمهور. شفنا محمد شريف وهو بيسجل قبل كده في مباراة الأهلي والزمالك ويبدأ يحط رجله في اللي بيسجله في نادي الزمالك. فعلشان كده المباراة ليها أهمية كبيرة دايما عند جمهور النادي الأهلي. وأيضا إن شاء الله النادي الأهلي بيؤكد جدارته في مباراة الأهلي والزمالك كمان من البداية. ده بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة إن شاء الله يوم الجمعة اللي بنتمنى فيها كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. نروح برضو يعني بعد كده لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003. 2003 إن شاء الله عندهم بطولة شمال أفريقيا هتكون في تونس من الفترة من 7/11 وحتى 16/11. جهاز الفني الكابتن محمود جابر بنتمنى له كل التوفيق، وأيضا معاه
الكابتن كرم مرسي المدرب العام ومدرب حراس المرمى الكابتن إيهاب جلال، نتمنى لهم كل التوفيق. بطولة مهمة، بطولة قبل المباريات الرسمية إن شاء الله. لعبوا قبل كده البطولة العربية، كان فاز بيها السعودية هنا في مصر، وقفوا على نقاط ضعف وقوة لمنتخب مصر. وأهمية المباريات دي إن النهاردة بتحط الكابتن محمود جابر قدام مستوى اللعيبة، بيلف على كل المباريات، بيوزع الجهاز الفني على كل المباريات. كمان لما ذيعنا مباراة هنا على قناة النادي الأهلي كان موجود هو الجهاز الفني بتاعه في مدينة نصر بيتابع، كانت مباراة بين الأهلي وإنبي وتابعها، وبدأ يحط بصماته ويشوف اللعيبة ويتابعها بشكل كبير. العناصر اللي انضمت من النادي الأهلي، أولا قائمة منتخب مصر زي ما احنا شايفين قدامنا هتكون 33 لاعب، هما اللي هيمثلوا منتخب مصر من الفترة من 7/11 وحتى 16/11/2021، دي بطولة شمال أفريقيا اللي هتكون في تونس. القائمة معانا زي ما احنا شايفين: محمد صلاح، محمد أحمد، عبد الرحمن سيد، طارق علاء، ماجد هاني، أحمد رشدي، أحمد عبد الرحيم، يوسف أحمد، عمر رضا، أحمد شريف، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش، خالد محمد عوض، عبد الله محمد، كريم أحمد نبيل، يوسف شعبان، علي بسطاوي، يوسف أحمد العزب، أحمد محمد فتحي، عجمي وليد، فارس حاتم، محمد صلاح زكي، علي أحمد حسام، محمد عماد محمود، عمر فادي عبد الوهاب، أحمد رمضان، أحمد رضا رمضان، يوسف أحمد حمدي، زياد أسامة، ميدو نبيل، يوسف شريف، محمود محمد بسيوني، رأفت خليل، وأدهم محمد أحمد السيد. دي القائمة إن شاء الله 33 لاعب هيمثلوا منتخب مصر من الفترة من 7/11 وحتى 16/11، وتكون البطولة في تونس. بطولة مهمة جدا للكابتن محمود جابر، هيكون فيها خبرات للاعبين. النادي الأهلي زي ما احنا شايفين هيكون عندنا 6 لعيبة من النادي الأهلي هيكونون موجودين من ضمن القائمة ال 33. اللاعبين: محمد أحمد شرقية، زياد أسامة، رأفت خليل، أدهم سيحة، يوسف شريف، وميدو نبيل. دول 6 لاعبين اللي هيكونوا من النادي الأهلي في قائمة منتخب مصر اللي بتضم 33 لاعب. نروح نتعرف أكتر على آخر الاستعدادات لهذه البطولة. معانا على التليفون الكابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر مواليد 2003، منتخب مصر للشباب. تحياتي ليك يا كابتن كرم. أهلا يا كابتن أسامة. آخر الاستعدادات إن شاء الله لهذه البطولة، البطولة اللي في تونس من 7/11 ل 16/11. والله يعني زي حضرتك ما قلت في بدايه كلام حضرتك ان احنا من بدايه بطوله الجمهوريه يمكن من السنه اللي فاتت والسنه دي ان الكابتن محمود جابر المدير الفني موزع اعضاء الجهاز الفني على مباريات البطوله كل اسبوع، بنشاهد اللعيبه المميزه. وقدرنا الحمد لله الفتره اللي فاتت اخترنا عناصر وشفناها يمكن في البطوله العربيه اللي كانت موجوده في مصر هنا، وبدايه الموسم الجديد برضو نفس الجهاز مع نفس المباريات بتاعت البطولة، يمكن اخترنا برضو عناصر جديدة انضمت لينا بعد ما شفنا العناصر اللي فاتت في البطولة العربية. في عناصر اكيد انضمت لينا الفترة دي، ويمكن هي كلها الفترات دي مفيش حاجة رسمية، يعني مفيش بطولة رسمية احنا دخلناها، كلها بطولات دولية ودية بنقدر ان احنا نشوف العناصر اللي هي تقدر ان شاء الله توصلنا للهدف الكبير اللي هو كأس العالم ان شاء الله. فاحنا دلوقتي دخلنا عملنا معسكر، قبل المعسكر ده احنا دخلنا معسكر من امبارح 1/11، هيستمر لغايه يوم 7 ان شاء الله السفر لتونس لبطوله شمال افريقيا. قبل كده عملنا معسكر برضو انتقاء لبرضو عناصر اللي كانت بتلعب في فرق ممتاز ده، وكان لمده يومين شفنا عناصر، عملنا يعني زي مباراه وديه بينهم، وقدرنا ان احنا نختار منهم برضو ناس انضافت معانا اضافه معانا في المعسكر ده ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت احنا انضم معانا 33 اسم دلوقتي ان شاء الله على السفر، هيبقوا 24 لاعب للبطوله باذن الله. يعني هيتم تصفيه ال 33 ل 24 لاعب، دي القائمه اللي هتسافروا بيها تونس، مظبوط كده؟ دي قائمه اوليه اللي حضرتك قلتها ان احنا دخلنا بيها المعسكر هنا لمدة أسبوع إن شاء الله، وبعد كده هيبقى في اختيار ال 24 لاعب إن شاء الله للسفر للبطولة، بطولة شمال أفريقيا. عايز أتكلم عن بطولة دوري الجمهورية 2003 اللي بيتم منه انتقاء اللاعبين. ما شاء الله شايفين في مباريات قوية، جهاز الفني متوزع على كل المباريات.
فرصه كبيره لانتقاء المواهب الموجوده في مصر كلها من بطوله 2003 كابتن كرم. هو كابتن اسامه السنه دي مختلفه عن الموسم اللي فات، يعني حضرتك السنه اللي فاتت كان في عناصر كتيره السنه دي ظهرت اللي هي عناصر 2004. الموسم اللي فات يمكن ما كانتش موجوده في يعني كل الفرق. 2003 كان اكتر الفرق اللاعيبه المقيده فيها 2003، السنه دي احنا شفنا عناصر كتيره من 2004 مقيده في 2003 بدات تظهر لينا، في انديه كانت ضامه الفرق 2004 ل 2003 وكانوا في انديه ما كانتش ضامه بتلعب منطقه، فيمكن ما كانش في فرصه ان احنا نشوفها، المباريات كانت متضاربه يعني. فدلوقتي لا، احنا عندنا عناصر كتيره زي ما حضرتك قلت، عندنا 2003 انضم لهم لعيبه 2004، البطوله قويه وفي عناصر يمكن الولاد كمان احنا بمشاهدتنا للعيبه، لا اللعيبه زادت عن الموسم اللي فات كمان، يعني عن الاختيارات اللي فاتت اللعيبه شفنا مستويات افضل كمان من الموسم اللي فات. يمكن في انت عارف الناشئين كل سنه في خبرات بتزيد والمستويات بتزيد معاها، يعني ان اللعيبه بمستوياتها بتزيد من الخبرات اللي بياخدوها، والسن كل ما بيكبر كل ما يعني انت بتشوف حاجه افضل، يعني التطور بتاع اللعيبه، لا السنه دي افضل بكتير. ويمكن الكابتن حضر ماتشات كتيره برضو هنا في القاهره، وانا رحت اسكندريه موجود في اسكندريه بشوف مباريات اسكندريه، ورحت في طنطا برضو كوكاكولا كان في برضو مباريات، والكابتن ايهاب جلال والكابتن حمدي حمدان كويس، لا شايفينه البطوله افضل بكتير، يعني يمكن العناصر الحمد لله احنا عند من البطوله اللي فاتت احنا عندنا قوام اساسي للفرقه، وبنضم عليه وبنشوف الافضل ان شاء الله هو اللي هيقدر تمام. البطوله العربيه اللي كانت في مصر كانت تمام. فرصه جيده جدا للجهاز الفني واللاعبين لاكتساب الخبرات، وايضا كمان الجهاز الفني يعرف اللعيبه اكتر من خلال مباريات دوليه. بنسبه كام في الميه دلوقتي ممكن نقول الجهاز الفني وصل للتشكيله الرئيسيه او قوام منتخب مصر بالنسبه لمنتخب 2003، ولا لسه برضو انتوا في مرحله الانتقاء؟ هو طبعا احنا البطوله العربيه جت في وقت اختصرت لنا وقت كبير جدا يا كابتن اسامه، يعني هي جت في وقت يمكن احنا ما اتجمعناش تجمع ان انت تلعب مباريات وديه او مباريات شبه رسميه يعني قبل كده، يعني كان كلها تجمعات تعارف على اللعيبه، بنشوف المباريات وبنجمع. يمكن اول حاجه دخلناها هي البطوله العربيه اللي كانت على ارضنا، وكانوا طالعين لسه مخلصين الموسم اللعيبه، فيمكن لما احنا طلعنا من الدور قبل النهائي من السعوديه، بس اقدر اقول لك ان هي اختصرت وقت طويل جدا في ان احنا نحكم على اللعيبه اللي كانت موجوده معانا، وان هي اللعيبه برضو حتى اللعيبه المميزه والقوام الاساسي اللي احنا قدرنا نختار اللعيبه اللي موجوده معانا ان هي تكمل، يعني ان هي خدت خبرات كويسه جدا، يعني ان هي تلعب بطوله رسميه مع منتخبات قويه زي السعوديه والجزائر، يمكن حضرتك شفت فرقه الجزائر والسنغال اللي يمتلكوا والمغرب وتونس، يعني كانت يعني هقدر اقول لك يعني كان مجموعتين من المنتخبات اذا كانت معها دول اسيويه منتخبات اسيويه كانت بطوله مميزه جدا ومستواها عالي جدا، احنا استفدنا منها، يعني انا بقدر اقول لك ان احنا اختصرت معانا وقت طويل جدا، ان احنا ما كانش في هدفنا ان احنا نعمل انت عارف موضوع كورونا وما كانش في استعدادات ان انت تسافر او ان انت تعمل ماتشات بره، ان البطوله دي جت في وقتها بالظبط. اقدر اقول لك ان احنا بنسبه كبيره جدا العناصر اللي كانت موجوده معانا في البطوله هم موجودين معانا، موجوده برضه موجوده معانا عناصر كده، في عناصر دخلت معانا، يعني ميدو نبيل ما كانش موجود معانا الفتره في البطوله بقى موجود معانا، رأفت خليل ما كانش موجود بقى موجود، يوسف شريف ما كانش موجود بقى موجود معانا، عبد الرحمن زكي إن شاء محمود بسيوني ان شاء الله تقدروا توصلوا للتشكيله الرئيسيه وتكون التشكيله الافضل ان شاء الله في بطوله شمال افريقيا. كابتن كرم مرسي بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر نتمنى لك كل التوفيق، وايضا الجهاز الفني باكمله. زي ما احنا بنتكلم عن الطفره الكبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، باين كمان من خلال عدد اللاعبين اللي بنشوفها من منتخب في منتخب 2003، من فريق 2003 اللي تم السنه دي اعداده بشكل جيد، بنشوف معاه مدير فني على اعلى مستوى كابتن سيد غريب، ايضا بنشوف كمان صفقات جديده، دي الخطه الجديده اللي احنا بنشوفها خلال الفتره السابقه، لعيبه بتنضخ جديده لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده زي ما احنا شايفين الست اسماء هقولهم لحضراتكم تاني: محمد احمد شرقيه، زياد اسامه، رأفت خليل، ادهم سيحه وده حارس مرمى، يوسف شريف ده وافد جديد ايضا،
وميدو نبيل، وادهم سيحة ده برضو حارس مرمى وافد جديد، ويوسف شريف وافد جديد من مصر المقصه، وميدو نبيل. دي الاسماء ست لاعبين اللي انضموا من النادي الاهلي لمنتخب مصر. ولما اقول ست لاعبين من النادي الاهلي يبقى النهارده لازم نشيد بالجهاز الفني وعلى راسهم الكابتن سيد غريب. نروح للكابتن سيد غريب. تحياتي ليك يا كابتن سيد. كابتن اسامه اهلا وسهلا بيك كابتن، منور الدنيا كلها كابتن. اولا ببارك لك ست لاعبين من فرقتك النادي الاهلي 2003 موجودين في منتخب مصر، فده يحسب ليك وايضا يحسب للقطاع باكمله بقياده الكابتن خالد بيبو وكمان بروكيتش المدير الفني الاجنبي. اول حاجه بقول الحمد لله احنا ماشيين على خطوات ثابته باذن الله، اهداف اكتر من كده كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى العدد هيزيد باذن الله. احنا عندنا ثلاث اربع لعيبه الكابتن محمود جابي سال عليهم كويس، بس هم كانوا مصابين وعاملين عمليات، فان شاء الله الاسبوعين الجايين هيخشوا، فانا بوعدك ان شاء الله الرقم دوت هيبقى اكتر من كده ان شاء الله. برضو عايز اعرف مراكز اللاعبين يا كابتن سيد. ادهم سيحه ده حارس مرمى صح كده؟ صح كده يا كابتن. عندي ميدو نبيل، زياد اسامه باكايت، عندي محمد احمد شهيه سيرد باك، تمام، عندي ميدو نبيل نص ملعب، عندي رأفت هاف رايت، عندي يوسف شريف هاف ليفت، يعني كل الخطوط الحمد لله اللعيبه دي ماسكه الملعب كله. ميدو نبيل الاحرز هدف جميل لما زعنا المباراه هنا على شاشه قناه الاهلي في اول مباراه في الدوري، الهدف بتاع القضيه ممكن في الثواني الاخيره كان امام الشارع الدخان، من اللعيبه برضو الممتازه ميدو نبيل. هو كلهم لعيبه ممتازه كويس. وميدو الحمد لله يعني الماتش الاولاني جاب جون في الوقت قاتل والحمد لله خدنا 3 بونت، وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه كويسه السنه دي، واللعيبه ان شاء الله احنا مش لعيبه بالست بس في المنتخب، احنا عاوزينهم ست يبقوا في الملعب كمان ان شاء الله. يا كابتن سيد النادي الاهلي اللعيبه بتاعته لما بتكون كويسه بيبقى منتخب مصر كويس ان شاء الله. ان شاء الله، وانا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق كابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2003 بالنادي الاهلي. نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز برضو اقول لحضراتكم يعني نتيجه الجهد الكبير اللي داخل قطاع الناشئين السنه دي بيتم برضو بعض النتائج المهمه جدا. لما نروح لدوري 2007 كان في نتيجه مهمه جدا، فوز الاهلي على المقاولين بنتيجه 4-3، كانت المباراه مقامه في المقاولين العرب، لكن يعني احداث المباراه ذات نفسها كانت احداث مهمه جدا. تاخر النادي الاهلي في بدايه المباراه 2-0، بعد كده النادي الاهلي بيرجع بهدف، بعد كده المقاولين نتيجه 3-1، ويرجع النادي الاهلي من نتيجه 3-1 يفوز 4-3. لما نشوف تغير النتيجه ده تبين النهارده عندنا لعيبه بتملك شخصية النادي الأهلي، لعيبة بتملك شخصية البطل، لعيب يتم إعداده عشان الفريق الأول. لما تبقى خسران 3-1 في نتيجة مباراة أمام نادي المولين العرب في ملعب المولين العرب، والمولين العرب من قطاعات الناشئين القوية، وترجع بنتيجة 4-3، فده شيء يحسب للجهاز الفني. الجهاز الفني بقيادة كابتن أسامة زكي، مدرب عام كابتن سعيد صبحي، مدرب حراس المرمى كابتن محمود عبد الله، صابر سنادة إداري الفريق، عدنان سمير معد بدني، والدكتور ناجح تأهيل، وأيضا دكتور الفريق الدكتور حسن طبيب الفريق. بنشيد ب 2007 بنتمنى لهم كل التوفيق. أيضا كمان فريق 2005 اللي فاز على المقاولين العرب خارج الديار بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب طارق فوزي، دي كانت نتائج مهمة ونتائج جيدة ل 2007 و 2005. أيضا عايزين نشوف مع حضراتكم تاني مباراة 2001 اللي فاز فيها نادي الأهلي 2-0 على الإسماعيلي في ملاعب الناشئين مدينة نصر، لأحرز الأهداف محمد فخري وزياد طارق. نشوف الأهداف مع بعض مرة تانية. طيب لما يحضروا الأهداف دي كانت أهداف برضو المباراة نقلناها هنا على قناة الأهلي، وكان معايا اتنين من المحللين الكبار الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت، وكان في تحليل فني، وأيضا كانت مباراة مهمة جدا. طيب لما يحضروا أهداف 2001 نروح نشوف أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي 2006 اللي انتهت بفوز الأهلي 3-2 على نادي الإسماعيلي.
مباراه الاهلي والاسماعيلي 2006 كانت في ملاعب النشيمه دي نصر، وانتهت بفوز الاهلي 3-2. اقول لحضراتكم برضو اللي احرز اهداف النادي الاهلي: لاعب مازن احمد الهدف الاول، وعمر سيد معوض، وهشام مصطفى. عايز اقف عند عمر سيد معوض، ما شاء الله اللي بيؤدي موسم قوي مع 2006، مكسب كبير للنادي الاهلي، بنتوقع له ان شاء الله في المستقبل يكون موجود في الفريق الاول، بنتمنى له هو وزملائه كل التوفيق. شفنا 2006، نروح نشوف لقاءات بقى، لقاءات ما بعد مباراه 2006 وفوز الاهلي بثلاثيه على الاسماعيلي، لقاءات ما بعد المباراه. طيب لما اللقاءات تجهز نروح نشوف اهداف 2001. 2001 المباراه اللي عملها لها استوديو تحليلي هنا على الهوا، كانت احرز اهداف النادي الاهلي محمد فخري وزياد طارق. نشوف الاهداف مره ثانيه. دي المباراة اللي ذيعناها هنا على قناة الأهلي، أحرز فيها محمد فخري وزياد طارق. بالمناسبة محمد فخري وزياد طارق أيضا النهاردة شاركوا في مباراة الأهلي أمام المرج اللي فاز فيها النادي الأهلي بثنائية النهاردة، كان موجود محمد فخري وزياد طارق واثنين أيضا من العناصر المهمة، ما شاء الله أدوا أداء رائع في هذه المباراة. زي ما شفنا 2006 وشفنا 2001، نروح نشوف هدف الفوز 2003 أمام الإسماعيلي، المباراة اللي فاز فيها النادي الأهلي 2-1، احرز اهداف النادي الاهلي رأفت خليل واسلام عبد الله. نروح نشوف هدف فوز النادي الاهلي على الاسماعيلي. المباراة اللي فاز فيها النادي الأهلي 2003 أيضا كانت يعني هدف الفوز إسلام عبد الله كان في الثواني الأخيرة، دي برضو مباراة كانت بروح الفانيلا الحمراء، زي ما شفنا أسبوع يعني مليء بالأهداف، مليء بالانتصارات بالنسبة للنادي الأهلي على نادي الإسماعيلي، ابتدى بالفريق الأول وانتهى بفريق 2003. نروح نشوف بقى مع بعض جدول ترتيب بطولة دوري الجمهورية نبتديها مع 2001، وضع يعني فريق النادي الأهلي في جدول كل مسابقة. الأول مسابقة 2001، فريق الشباب طالع الجيش متصدر المسابقة من خمس لقاءات، فاز في الخمس مباريات برصيد 15 نقطة، النادي الأهلي في المركز الثاني ب 13 نقطة بفارق نقطتين عن نادي طالع الجيش، الزمالك في المركز الثالث 13 نقطة، فاركو في المركز الرابع 10 نقاط، الاتحاد السكندري خمس في المركز الخامس رصيد 10 نقاط، مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 9 نقاط. سموحة المركز السابع 8 نقاط، سيراميكا كليوباترا الثامن 8 نقاط، بيراميدز مركز التاسع 7 نقاط، الإسماعيلي العاشر 7 نقاط، الجونة 11 7 نقاط، البنك الأهلي في المركز 12 برصيد 6 نقاط. ال 13 المقاولين العرب، مركز 14 إنبي، ال 15 شاد دخان، 16 المصري، غزل المحلة 17، وفي المركز الأخير بدون أي من النقاط ال 18 نادي كوكاكولا. نروح نشوف بعد كده ترتيب مسابقة 2006.
2006 اللي بيقودهم الكابتن سامر عبد الرحمن، متصدر هذه المسابقه. النادي الاهلي لعب 5 ماتشات عنده 12 نقطه، مصر مقصه في المركز الثاني 11 نقطه، المصري في المركز الثالث، الزمالك في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، المقاولين في المركز الخامس، وادي دجله في المركز السادس. المركز السابع نادي الاسماعيلي، الثامن الانتاج الحربي، زد في المركز التاسع، العاشر سموحه، المركز ال11 بيراميدز، المركز ال12 نادي انبي. 13 كوكاكولا، المركز ال14 اتحاد السكندري، غازي المحله في المركز ال15، الشركات الدخان 16، والبنك الاخير في المركز 17 المركز الاخير. نروح بعد كده لمسابقه 2007. 2007 ايضا النادي الاهلي متصدر هذه المسابقه برصيد 12 نقطه من 4 مباريات، بيراميدز في المركز الثاني، سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث، الرابع فاركو، الخامس الاتحاد السكندري، السادس سموحه، السابع طلائع الجيش، الثامن الزمالك، الجونه التاسع، العاشر اسماعيلي، 11 بنك الاهلي، 12 المقاولين العرب، 13 مصر مقصة، 14 وادي دجلة، المركز ال15 المصري، 16 الشهاد دخان، المركز ال17 انبي، والمركز الاخير 18 غزل المحلة بدون اي من النقاط. نروح، دي كانت كل المسابقات. ما شاء الله شايفين النادي الاهلي متصدر معظم المسابقات، حتى في فريق الشباب 2001 فرق نقطتين عن طلائع الجيش، لسه المسابقة كبيرة، عندنا فريق قوي ان شاء الله يقدر يحصد مسابقة الشباب. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيف النجم الاهلي السابق الكابتن احمد صديق. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده يعني واحد من المحببين الى قلبي، وقت ما كنت بلعب من الناس اللي ما شاء الله قمه الاحترام، وما شاء الله كمان في الملعب عمل لي جوان كتير، كل ما اتفرج على اهدافي الاقي هو اللي صانع لي الاهداف. هو كان الاوفر بيبقى وحش وميت ووحش ويعني وعلى الارض، بس كنت انا بحيله الاوفر. كابتن احمد صديق منورنا. كابتن صديق ربنا يخليك يا كابتن اسامه، انا اللي سعيد بوجودي معاك، وبعتذر ان متاخره شويه انا عارف، بس كانت ظروف، لكن سعيد بوجودي معاك النهارده. اتغريت علينا انت بعد ما بقيت مدير فني خلاص. لا ما اقدرش والله، بس كانت ظروف كده، لكن بعتذر طبعا مره ثانيه، وبقول الحمد لله انا موجود معاك النهارده وسعيد بده. يعني شاف التقرير ما شاء الله اهداف حلوه، احمد صديق كان بيلعب باك رايت بس بيسجل برضه الحمد لله، يمكن مدافع عصر يعني. يمكن عشان لعبت باك رايت كتير ولعبت هاف رايت برضه كتير حتى من وانا صغير يعني، فيمكن هو توفيق من ربنا تعالى. ان موضوع الاهداف ده انت عارف يعني هو بيبقى توفيق واجتهاد واكيد تركيز، لكن في الاول والاخر بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انت بتقطع في اوفرات يعني؟ انا عامل لك جوان كتير يا استاذ انت عارف. هعرضها لك دلوقتي عشان اشوف الجون اللي حلو ولا الاوفر هو اللي كان حلو. لا اكيد انت اللي محلي الجون طبعا. عايز اسالك وانا بسمع التقرير دلوقتي، كابتن سيد الحفيظ اتكلم عن احمد صديق في واقعه مهمه جدا. عايز اسمع منك قبل ما اسمع الكابتن سيد. لا يمكن انا والله ما بحبش اتكلم في الموضوع خالص يعني. وما بحبش اذكره لان انا شايف انها حاجه طبيعيه جدا وحاجه عاديه. طب قبل ما تتكلم هسمعك انا الكابتن سيد الحفيظ، تعالوا نسمع الكابتن سيد الحفيظ قال ايه في واقعه من وجهه نظري واقعه للتاريخ عن ضيفنا النهارده كابتن احمد صديق. احمد صديق، ما احنا برضو لازم نعلي المواقف الانسانيه والمواقف التقديريه اللي بتحصل، رغم ان ممكن يبقى الاسم مش الناس يعني متعلقه بيه قوي، لكن الحاجات دي لازم تتعرف ولازم الجمهور النادي يعرفه، وواجب على كل واحد حصل معاه الموقف ده مسؤول ان هو يطلع يحكي حاجه ايجابيه. احمد صديق ده سنه 2013، احمد صديق ده الباك اليمين بتاعنا، الباك اليمين ده اللي هو دلوقتي يعني مثلا ماسك اكاديميه الاهلي في دبي. احمد صديق ده في 2013 كان عندنا ضائقه ماليه بحكم الثوره والغاء الدوري والحاجات اللي كانت موجوده في الزمن ده. فقعدنا في لجنه الكوره خدنا قرار ان 15% من العقود تنزل. اتكلمت مع اللعيبه يعني 90% او 92% وافقوا، ما عدا بعض الاسماء وانا لحد ما اموت عمري ما هقولها، 5 6 اسماء تمام عمري ما هقولهم. احمد صديق ده كان من الناس اللي اتنازلت عن 15%. تاني يوم كنا مسافرين الجونه نلعب مباراه الزمالك اللي هي بتاعت 4-2، كان في قايمه لازم نأديها لاتحاد الكوره في اليوم ده، فتم استبعاد، كان المدير الفني محمد يوسف، فتم استبعاد أحمد صديق. وهو لسه ماضي امبارح على التنازل. فجالي ابو تريكه. كنا في الاتوبيس رايحين المطار. قال لي يا كابتن سيد، يعني الواد يتنازل امبارح مثلا ونمشيه النهارده؟ موته خرب دياره. انا عقلتها في دماغي مع ان والله دي ما كانت الحسابات ابدا.
رحت ماسك التليفون ومكلم صديق، قلت له تعالى خد الورقه بتاعتك التنازل دي وتاخد ال 15%. اقسم بالله الواد اول رده قال لي انا بتنازل للنادي الاهلي، مش بتنازل عشان اتقيد ولا ما اتقيدش. الله ده عليك. موقف للتاريخ. الله. يتقال ده موقف للتاريخ. تعليقك. لا انا شايف انه حاجه طبيعيه وحاجه عاديه جدا ان انا اعمل كده، انا واي حد لعب ولا يوم واحد في النادي الاهلي، يعني النادي ليه فضل كبير جدا عليا وعلى كل اللي انتمى للنادي الاهلي ولا يوم واحد، هو اللي عمل اسمنا وهو اللي عمل تاريخنا وهو الواحد بيبقى لحد دلوقتي واحد بيبقى ماشي في الشارع الناس ما بتذكرش. يمكن واحد لعب في انديه كتير، اسماعيلي وداخليه واتحاد، ولكن بيتبقى انك لعبت في النادي الاهلي، انك منتمي واسمك مرتبط بالنادي الاهلي. فانا شايف ان ده اقل حاجه ان انا كنت ممكن اعملها وعملتها بقلب واخلاص، عشان كده ما بحبش خالص ان انا اذكرها ولا اتكلم فيها. لكن يمكن الكابتن سيد من الناس اللي ليها افضال كتير جدا عليا، يمكن هو ذكر بالك انت النهارده بقولك من 2013 والحلقه دي غالبا كانت 2019 2020 حاجه زي كده، حاجه كده يعني بعدها بسبع سنين، يعني 2020 انت بتتكلم بعد سبع سنين الكابتن سيد حفيظ بيحكي هذه الواقعه، يعني اللي انا شايفها هتفضل متسطره بحروف من نور في تاريخ كابتن احمد صديق. لا والله يا اسامه يمكن انت عارف الواحد كان حلم لاي حد انه يكون في النادي الاهلي، حتى لو كان لو ما كانش ياخد فلوس خالص، لكن الحمد لله خد بطولات وخد فلوس كويسه وخد حب الناس، وده كان اهم حاجه بالنسبه لي. فانا شايف انه موقف اقل من الطبيعي ان الواحد ممكن يعمله، انا شايف ان حاجه عاديه، حتى ما بحبش ان احنا نتكلم. ما جالكش حتى والله لحظه انا ماشي ومخصوم مني امبارح 15%، النادي الاهلي وهو بيطلب مني والنادي الاهلي في ضائقه ماليه وقتها كان ثوره وتوقف الدوري، لا ده انا اطلب بال 15% وحقي؟ لا خالص والله ما جالكش خالص. يمكن وقتها. يمكن كمان يعني اضافه للكلام الكابتن سيد انه بعد ما رجعوا من المباراه جابني عنده المكتب وفعلا جاب لي الورقه واتكلم معايا، قلت له يا كابتن خلاص انا الموضوع بالنسبه لي ان انا اتنزلت للنادي الاهلي، مش حب للنادي الاهلي، مش ان انا موجود او عشان اتايد او امشي، ولا الموضوع ملوش علاقه خالص. فزي ما بقول لك انا شايف وما كنت يعني اكيد ما كنتش انا بس الواحد عملت كده، في لعيبه كتير قوي عملت كده، والواحد لو يقدر يعمل اكتر من كده اكيد هيعمل اكتر من كده. وده موقف محترم، خاصه كمان ان الارقام وقتها اللي كانت بتدفع للعيبه مش زي الاكرام دلوقتي كمان. دي حقيقه، بس الفكره كلها يا اسامه انت عارف انت من جواك ايه وحابب ايه وقادر تعمل وعايز تعمل ايه. يعني خد بالك انا برضو من الناس اللي انا يمكن زي ما ذكرت في التقرير وبشكركم وبشكر الاعداد في البرنامج، زي ما ذكر ان انا مشيت مره واثنين وثلاثه وفي الوقت ده ورجعت، يعني بمشي وارجع امشي وارجع. وفي الوقت ده يمكن محترم كامل الانديه كبيره جدا منهم نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي ونادي الاهلي يمكن كانوا بيكلموني كتير جدا، وانا كنت ببقى مستني لاخر لحظه ان انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني، كنت بمشي وانا جوايا هدف وحلم ان انا عايز ارجع تاني صدقا والله مش كلام. يعني كل مره في الثلاث مرات اللي مشيت فيهم ورجعت تاني كل مره كان بيبقى جوايا هدف وحلم ان انا عايز ارجع تاني، كنت بحس ان انا عندي حاجات كتيره وعايز اقدمها للنادي. لكن بحمد ربنا على يمكن حوالي 18 او 19 بطوله في جيل اكيد كلنا ويمكن كل جمهور النادي الاهلي تشرف لحد دلوقتي بيقول ان ده افضل جيل في تاريخ النادي الاهلي، وهو يعني ساعد كتير في انجازات النادي الاهلي، فبحمد ربنا اكيد كل ده يعني ما يسويش كلوس الدنيا ان الواحد ساب اكتر من كده، بالعكس اللي خده من حب الناس فده كفايه قوي الحمد لله. يعني وانت كمان يا كابتن صديق يعني فعلا نموذج محترم، نموذج محترم لاولادنا داخل قطاع الناشئين، وانت كمان ماسك فرقه دلوقتي 2008، فالنهارده انت نموذج على ارض الواقع، مدرب ماسك اللعيبه تقدر حتى الرساله بتوصلها لهم وهي صادقه، المدرب بتاعكم في وقت من الاوقات والنادي الاهلي كان في ضائقه ماليه، ده انا ضحيت علشان النادي الاهلي. والله ما اقدرش اقول ضحيت يعني، لكن الواحد عمل اللي مش عايز اقول واجب كمان، لا عمل الطبيعي اللي ينفع يتعمل. ومعلش بناء على كده انت برده موجود دلوقتي في كيان كبير قوي زي النادي الاهلي، بدات في الاكاديميه مدير الاكاديميه، ويمكن برده الفضل لله سبحانه وتعالى ثم يرجع برده للكابتن سيد. الكابتن سيد وهو بيتكلم انا لاحظت انه بيتكلم عنك بحماس. خد بالك ان الكابتن سيد من اكتر الناس اللي هتلاقيها بتحب النادي جدا، مش عن انا مش يعني سيبك من انا سيد ابن من ابن النادي متربي كمان جوه النادي، اكتر الناس بجد انا عاشرته، ويمكن هو كان المسؤول عن الاكاديميه في بدايتها في دبي. يمكن بدانا في فرع واحد وبعد كده وصلنا لاربع فروع. بيحب النادي باخلاص غير طبيعي وهو موجود جوه النادي او هو بره النادي، من اكتر الناس الواحد استفاد منها بجد كتير قوي في حياته. يمكن انا على المستوى الشخصي بساله كتير جدا وباخد رايه، يمكن انا بعد وانا لسه بلعب كنت ممكن اكمل، لكن خدت رايه هو قال لي لا انا رايي الوقت ده مناسب انك ممكن تبقى موجود في النادي، ممكن تبقى موجود في الاكاديميه، ويمكن بالفعل بدات كده. وحتى لما تم ترشيحي للقطاع الناشئين ودي طبعا اكيد خطوه بالنسبه لي، خطوه مهمه جدا في حياتي، كان من اول الناس برده اللي دعمني فيها وقال لي لا انا رايي برده خلاص الاكاديميه سنتين كويس قوي ابدا اخش في القطاع. بالفعل عملت كده مع الكابتن خالد بيبو برده من الناس
اللي برضه اكيد ساعدتني كتير جدا كمدير الاكاديميات في الوقت ده، وبعد كده هو بقى مدير قطاع الناشئين برضه من ضمن الناس اللي قالت لي ووجهتني ان لا خلاص ده مرحله انك لازم تبقى موجود في النادي وموجود في الصوره. بحمد ربنا كتير جدا ان يبقى في ناس في ظهرك بتقدر تساعدك في اتخاذ القرار يعني الحمد لله. عايزين نطمن منك بقى على فريق 2008 وانت دلوقتي ما شاء الله مدير فني كبير بقى بتقود فريق 2008، هعرف منك تفاصيل 2008 لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن صديق طمنا بقى على فريق 2008 ان شاء الله فريق مليء بالمواهب، عندنا فريق ممتاز يعني، طمنا بقى والمواهب اللي داخل 2008. يمكن الحمد لله انا بديت في القطاع السنه اللي فاتت، كنت مساعد مع كابتن سيد غريب في 2006 وبعد كده مع كابتن اسامه زكي، خدنا البطوله الحمد لله بطوله الجمهوريه. واكيد الخطوات دي مهمه يعني، ان انت تبدا في الاكاديميه مدرب وبعد كده تبقى مدير الاربع فروع سنتين، تبدا في القطاع واحده واحده. الموضوع فعلا مش باللعب بس يعني، لا دراسه ولازم تتعلم وفي خبرات فعلا بتاخدها. يمكن السنه اللي فاتت فرق كتير جدا شغلي مع بس كابتن. الاكاديميه كان عمل اداري اكتر صح؟ اكتر يعني انا بدات مدرب، لا في فني بس مش بالكم اللي انت موجود فيه في القطاع، انت عارف الموضوع القطاع مختلف تماما، فيه منافسه وعايز تعمل لعيب كويس يقدر يمثل النادي الاهلي في الدرجه الاولى في اقرب وقت. فان انت السنه اللي فاتت اشتغلنا بشكل كويس، وانا استفدت كتير جدا جدا من الكابتن سيد غريب للامانه ومن الكابتن اسامه زكي بعده، خدنا البطوله ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لك انك تبقى اول سنه في القطاع تاخد بطوله. الحمد لله السنه دي شغال مدير فني مع فرقه 2008، في لعيبه مميزه كتير جدا، نتمنى ان شاء الله ان الولاد يعرفوا يعني قيمه النادي الاهلي، وده يمكن اكتر حاجه احنا بنشتغل عليه. لان لعيب النادي الاهلي ده مش اي حد بيلعب نادي الاهلي. ممكن يبقى عندك الامكانيات بتشرح وتحفظ سن صعب، السن الصغير هو طبعا يعني الحمد لله احنا ربنا كل حاجه، لكن اصعب سن اللي انا ماسكه الفتره دي. ليه؟ اول سنه بيلعب 11، عندك مراحل النمو بتبقى صعبه جدا، انت الولد النهارده ممكن تلاقيه كويس بكره في متغيرات كتير، متغيرات كتير جدا في الجسم وفي حتى في التفكير، وانهم اول سنه يلعبوا 11 دي حاجه مش سهله خالص. لكن الحمد لله اشتغلنا مع الجهاز اللي معايا، يمكن معايا الكابتن احمد يونس من الخبرات الكبيره قوي في قطاع النادي، ويمكن من الحاجات برضو اللي يمكن بشكر الكابتن خالد بيبو عليها انه حط معايا حد في الجهاز. ما انا ما اقدرش اقول انا مدير فني، هو بالعكس انا بستفاد منه كتير جدا من الكابتن احمد يونس، لانه خبره كبيره قوي بيساعدني بشكل كويس قوي، كلنا بنكمل بعض. معانا الكابتن انور مدرب الحراس، معانا الكابتن احمد فؤاد اداري، مش عايز انسى حد، لكن الحمد لله عندنا فرقه كويسه. يمكن بدانا الموسم بدري وده طبعا بنشكر عليه مجلس الاداره. ابتديتوا لعبتوا ماتشين؟ احنا بدانا الدوري لعبنا ماتشين الحمد لله، يمكن اول مباراه كسبنا 5-1 وتاني مباراه كسبنا 8-0 الحمد لله، وبكره ان شاء الله عندنا مباراه ثالثه، نتمنى التوفيق كده باذن الله. النتائج الكبيره بتبقى هي هدفك ولا برغم النتائج الكبيره بكسب 5-8 ممكن برضو يعني تيجي النهارده تعايز اللعيبه في اخطاء وفي سلبيات وتقف عليها طبعا كل مباراه بنستفاد منها خصوصا في السن ده، بقول لك السن ده مرحله صعبه جدا جدا لينا كمدربين وللعيبه نفسهم. انت بتبقى عايز المباريات حاجات كتير، او اولا التحفيظ التكتيك انه بيلعب 11 يعني ايه، يبقى مثلا باك رايت يضم امتى ويطلع امتى وامتى يدخل جوه الملعب، الراجل الديفندر كان مثلا الاول بيلعبوا بليبرو، دلوقتي ما بتلعبش بليبرو بتلعب باربعه، ففي حاجات كتير قوي محتاجه شغل وتحفيظ. يمكن اللي فرق معانا شويه ان احنا كابتن خالد بيبو طبعا ومستر مايكل، ان احنا بدانا بدري الموسم ودي الامانه فرقت معانا كتير جدا، موفرين لنا حاجات كتير قوي. يمكن انت في السن ده لما معاك مدرب احمال كابتن طه، والامانه برده من الناس اللي عامله معايا شغل كويس قوي وبشكره على المجهود، لانه بيعمل معايا شغل اضافي كابتن طه، كل ده عشان نقدر في النهايه نطلع نعمل لعيب كويس. يمكن انت في القطاع يا اسامه وبالذات، يمكن انت طبعا من ابناء النادي، في المراحل الصغيره دي بيبقى عندك حاجتين مهمين قوي، في ناس تقول لك انا عايز اعمل لعيب كويس يطلع الدرجه الاولى، وناس تقول لك البطوله مهمه. انا من وجهه نظري الحاجتين مهمين جدا، اشتغل على الاثنين، لازم بطوله وازاي تطلع لعيب درجه الاولى. انا مقتنع بكده، لان انا ما ينفعش الاثنين مرتبطين ببعض. انت كلاعب نادي الاهلي مش هتبقى لعيب كويس غير انت بتاخد بطوله وبتلعب تحت ضغط المنافسه طبعا والمكسب، وانت كمان لعيب كويس فاكيد هتاخد بطوله، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. فاحنا بنشتغل فكري وذهني مع الولاد على الموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا. يمكن موضوع النتائج الكبيره لا بالعكس مش شرط، لكن انا بطلع بين الشوطين على نفس الماتش اللي فات طلع بين الشوطين 4-0، لا شديت الولاد واتكلمت بطريقه معينه ان انا عايز انفذ حاجه معينه عايز انفذ شغل معين. النتيجه ما اقدرش اقول انها مش مهمه، لا مهمه، لانها بتفرق في نهايه البطوله او في نهايه المنافسه. لكن انا ممكن اكون كسبان 5 بس انا خارج مش مبسوط. يمكن انت حضرت ده معانا مع مستر مانويل كنا في اوقات بنقول الشوطين لو خارجين مثلا، انا فاكر مباراه البتروجيت خارجين في استاد القاهره، خارجين الشوط الاول 4-0 وانت بتلعب بتروجيت
ودخل بين الشوطين اكننا احنا اللي خسرانين يعني. لا هفكرك مباراه الترجي، فاكر مباراه الترجي كسبانين الترجي؟ لا كسبناها كان 3 في استاد القاهره. وطلع خرجنا بعد المباراه زعلان ومتضايق وزعل اللعيبه. قادر تكسب 5 و6 والترجي كسبه بالزبط. ما تكتفيش بثلاثه بالظبط. فهو ده معلش احنا كل دي خبرات احنا بنكتسبها. انت اشتغلت مع مدربين الحمد لله، هشتغل مع مدربين كتير جدا، فبتاخد كل الخبرات من الحاجات الكويسه من الناس كلها. فلا احنا بنشتغل على حاجتين، ان انا اعمل لعيب كويس يقدر يمثل النادي الاهلي، يقدر يتحمل الضغوط، يقدر، لان تيشيرت النادي الاهلي مش حاجه مش اي حد يستحملها. انت في اوقات بتجيب لعيبه بتبقى مكسره الدنيا في فرقها، لكن تيجي في النادي ما بتقدرش. فانت بتشتغل على ده. عشان كده لو بصيت اصلا من الحاجات المهمه قوي قوي اللعيب اللي يبقى خارج من قطاع الناشئين النادي الاهلي اللي بنقول عليه ابن النادي. ليه؟ خلاص اتعود على الضغوط، اتعود على اسم النادي، عارف يعني ايه ان انا امتى اكسب ولازم اكسب وازاي اكسب. فكل الحاجات دي بنقدر بنحاول نشتغل عليها في المرحله دي. الصعوبات ايه بقى؟ يعني انت النهارده انت بتتكلم الاعمار السنيه الصغيره 2018 ده، يعني بتتكلم في ولد عنده 12 سنه 13 سنه تقريبا 12 13 سنه. الصعوبات بقى اللي من وجهه نظرك اللي انت هتشوفها في المسابقه دي او بدات تحط ايدك عليها، يعني الاعمار السنيه الكبيره في الفرق الثانيه. طبعا عايزك تتكلم انت في النقطه دي برضه. طبعا يعني هنبدا بالفرقه بتاعتك انت. عندي صعوبات مراحل النمو دي من اكتر الحاجات الصعبه جدا والخطره جدا في السن ده. مش بياخد اي حمل بدني، لازم حمل معين. الملاعب مهمه قوي اللي بتمرن عليها، لان دي بتاثر كتير جدا في مراحل النمو. احنا كل يوم بتلاقي اصابات، بس اصابات ايه؟ مرحله نمو. النهارده مصاب بكره يبقى كويس. والعكس، تيجي الولد النهارده ممكن يبقى في اعلى مستوى ليه، بكره تلاقيه واحد تاني خالص. كل المتغيرات دي التعامل النفسي ده والتغير ده في اللاعب ده مهم ان المدير الفني يبقى عارف في السن ده. طبعا ما احنا كل ده عارفينه ودارسينه. يمكن مستر مايكل بيشتغل معانا محاضرات كتير جدا 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 يعني ويس. فاتكم الراجل ده طبعا على الارض الواقع، وانت موجود دلوقتي داخل القطاع واكيد بيحاضركم كل يوم، بيبقى موجود مع الفرقه، السلبيات الايجابيات طبعا بيشتغل معانا في كل حاجه. يمكن في اوقات بيصور التمرين ويفرجنا على التمرين ونقول الاخطاء. الماتشات الوديه كلها كانت بتتصور. يمكن انا سعيد يعني بجد بحمد ربنا ان انا موجود في القطاع بالاخص السنتين دول. يمكن مع احترامي الكامل لكل السنين اللي فاتت او المراحل اللي مش من بعيد قوي لكن كان في شويه اخطاء او تقصير او او او، لكن انا بحمد ربنا ان يمكن من وقت وجود الكابتن خالد. ويمكن كان اول اجتماع لينا السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات كان مع كابتن خطيب ولجنه التخطيط في اجتمعوا بكل الاجهزه الفنيه. والكلام كان واضح وصريح ان احنا بتشتغل باسم النادي الاهلي، في بطوله ولازم لعيب كويس، ولازم نغير المفهوم ان لا ليه ما يبقاش اكتر اللعيبه اللي موجوده في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. فشفنا اهتمام، شفنا اهتمام باللبس، بالادوات، بالنظام. عندنا دلوقتي دكتور تغذيه مسؤول عن القطاع كله. فلا في حاجات كتير قوي تخليك تساعدك على النجاح، تساعدك ان انت تشتغل كويس. يعني كل شيء مؤهل ان انت تقدر تعمل فرقه كويسه وتقدر تعمل لعيبه كويسه. يمكن موضوع الدكتور التغذيه ده من الحاجات المهمه جدا طبعا، في خاصه في السن ده بالظبط. التغذيه مهمه، كانك بتبني بالظبط انسان او بتطلع من الاساس. فانت الاساس طول ما يبقى مظبوط مش ملعب بس طبعا، انت ملعب وناحيه نفسيه طبعا، تغذيه، كل ده عشان تطلع لعيب وتبني في الاخر بطل في الاخر طبعا. يمكن احنا كمان السنه اللي فاتت يا اسامه يمكن ودي كان من الحاجات، لا كان بيبقى مثلا انت بتتغدى قبل الماتش واجباري بعد الماتش في وجبه، ده بيوفره النادي الاهلي طبعا. ده كان متوفر من السنه اللي فاتت، كان موجود احنا بنلعب المباراه وبعد المباراه اجباري تتغدى. ليه؟ خلاص انت الولد بيبقى طلع اقصى حمل في المباراه في ال 90 دقيقه. فلا انا مش هستناك انت لما تروح هتاكل كويس ولا لا، بالعكس انا بعمل لك الوجبه اللي تفيدك اللي تقدر تساعدك ان انت لما تيجي التمرين الثاني يوم تبقى عملت الريكفري بتاعك، مغطس الثلج موجود، الجيم موجود، كل حاجه مؤهله ان انت ان شاء الله تقدر تعمل لعيب كويس يقدر يفيد الدرجه الاولى ان شاء الله. بتفرق قوي لما يكون اللعيب اتربى داخل النادي ولعب درجه اولى في نفس النادي، ودلوقتي انت في مرحله مهمه بتنقل كل الخبرات دي اللي انت اتعلمتها للولاد عندك. احمد صديق من ابناء النادي الاهلي، لعب في الناشئين صح كده؟ لعبت يمكن البدايات بقى طبعا. يمكن بدات في نادي الفيوم، نادي المحافظه. نادي المحافظه من كنت بلعب ممتاز به وانا عندي حوالي 16 سنه درجه اولى. يمكن ربنا كان موفقني واكيد كان في ناس كتير قوي ساعدتني حتى وانا في الممتاز بيه ده، منهم كابتن جمال خفاجه والكابتن عصام خير الله، دول الناس اللي موجودين في نادي الفيوم. مش عايز انسى حد يعني، لكن في اسماء كتير قوي ساعدتك ان انت وانت صغير تلعب درجه اولى. يمكن انا تاني سنه يمكن كنت واخد هداف الفرقه في الصعيد
في الممتاز بيها في الصعيد، مجموعه الصعيد، وزمان انت عارف الموضوع كان قوي جدا يعني. ربنا كرم ورحت المنتخب الاولمبي وانا اصغر منهم سنتين، يمكن جيت معاكم ومعسكر في بطوله في اسكندريه، فاكر كان شويه غريب بطوله الجمهوريه اللي كان فيها كان فيها منتخبات كده فلسطين و فلسطين واليابان وقتها، حاجه فاكر كانت بطوله دايما بتكون في الصيف. بالظبط كده. يمكن كان ليا الشرف ان اكون موجود مع جيل عظيم اللي هو يعني جيلكم ده، مع كابتن شوقي البرونزيه كاس العالم، وبعد كده المنتخب الاولمبي اللي مشي بشكل كويس قوي. كنت انا اصغر منهم سنتين ولكن كنت موجود معاهم. بعد كده بروح النادي الاهلي وانا عندي 19 سنه، رحت سنه واحده، كنت رايح اعاره بنيه البيع، لكن الظروف ما مشيتش كويس الموسم ده في الدرجه الاولى، وبناء على كده انه في ناس كتير قوي مشيت لما جابوا مستر مانويل، بعد كده جابوا بوتريكا وبركات وعماد النحاس، اتبني فريق في النادي الاهلي وقتها. بداوا يعملوا فرقه اللي هي يعني بفضل بعدها بقى كده كل البطولات وكل الانجازات يعني. مشيت رجعت الفيوم تاني، رحت سنتين بقى اسمنت اسيوط، ودول من السنتين اللي فرقوا معايا كتير جدا، الحمد لله ربنا وفق. ورجعت بعد كده بقى للنادي الاهلي 3 سنين، هم افضل يعني افضل 3 سنين في حياتي، فيهم كل البطولات معاكم، مع جيل طبعا الواحد كان الواحد بيتشرف انه عاشر كل الناس دي. كان الحب اكتر حاجه موجوده في الجيل ده، وانت اكيد كنت بتشوف كده. لسه بنتكلم قبل الهوا، علشان كده الانجازات والبطولات وكم البطولات دي يعني بفضل الله وتوفيقه شفناها في الفتره دي. طبعا كل الناس بتحب بعض، كل اهم حاجه اسم النادي، واهم حاجه ان احنا نكسب، مش مهم مين بيلعب. صح. مع جيل طبعا وجهاز فني محترم، والمسيره مشيت بقى كده. رحت بقى النادي الاسماعيلي 3 سنين، وبعد كده رجعت النادي الاهلي موسم واحد، وبعد كده سنه بقى الاتحاد، وبعد كده سنتين الداخليه، واخر حاجه سنتين حرس الحدود. ما شاء الله كابتن احمد صديق دايما في كل المحطات وهو لاعب دايما مؤثر فيها. واحنا بنتكلم بقى، وانا بتكلم في بدايه الحلقه عن الاهداف اللي انت كنت بتعملها. انت عايز تقول لي انا جون. بس عايز ارضي ذمتك. انت عايز تقول لي هدف يجي جون ولا انا يعني خليت لك الاوفر اللي انت عملته حلو. اكيد انت سامع ان خليت الجون شكله حلو، لكن الاوفر صعب قوي في المكان. لا يمكن يعني انت كنت من الفراوده اللي الواحد كان بيبقى سعيد جدا جدا موجود فيه، انت ومتعب وبلال وبلافي والواحد يعني بص الجيل يعني بص بنتكلم على مين موجودين فراوده في وقت واحد يعني. حاجه ما شاء الله واحد فيهم يعني. دي مباراه الاهلي والزمالك. بص المنظر عامل ازاي والجمهور 4-3. واحنا داخلين كمان على مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه اللي جايه، شايفها ازاي؟ وخاصه مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى مولد النجوم، دايما بتعلم مع الجمهور. طب بص بعد اذنك، بص بعد اذنك بص، لا انا مش هتكلم يا اسامه، انا بس عايز يعني اللياقه البدنيه كانت في الدقيقه كام دي؟ في الوقت في الدقيقه 110 108 بالظبط يعني الشوط الرابع. لياقه بدنيه وسبرنت ما شاء الله. الحمد لله. لا احنا يمكن كنا موافقين جدا بفضل الله، يمكن وبالاخص كمان على نادي الزمالك في الفتره دي، انت كنت عارف يمكن بفضل الله، يمكن هو توفيق ربنا سبحانه، ان احنا كل الماتشات او بنسبه كبيره جدا يعني كنا بنكسب كل الماتشات. ما اقدرش اقول يعني ما اقدرش اقول نادي الزمالك نادي كبير جدا، لكن احنا كنا تركيزنا والتوفيق كان معانا باستمرار. يمكن كان معانا مستر مانويل، كنت بتشوف لو كسبين 1-2 كان بيبقى زعلان. فدي من الحاجات الايجابيات. نتمنى بكره التوفيق ان شاء الله، سوري يوم الجمعه المباراه، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مباراه صعبه طبعا. كل مباريات القمه صعبه، خارج الحسابات تماما وخارج التوقعات، لكن بالتدعيمات اللي موجوده مع الجهاز الفني الواحد بقى مطمن، ما بقاش فيه مشكله مين يلعب. فاتمنى التوفيق ان شاء الله، ويبقى المكسب ان شاء الله للنادي الاهلي. هنتكلم بعد الفاصل باستفاضه عن مباراه الجمعه، وايضا كمان عن ذكريات احمد صديق الشخصيه في مباراه الاهلي والزمالك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في حواري مع ضيفي نجم الاهلي السابق كابتن احمد صديق. احمد صديق من احسن الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في مجال الكوره بره الملعب، وشخصيه ملتزمه جدا، متزن جدا، متدين، راجل فير، بيتعامل دايما اللي جوه عنده طالع دايما، اللي في قلبه على لسانه. فالشخصيات دي بتبقى مش كتيره. شخصيه ملتزمه جدا، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا بره الملعب. جوه الملعب هو مدرب واعد، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل كبير، وهيبقى مدرب كويس جدا،
وفي خلال سنوات قريبه هتلاقيه من المدربين الصفوه. والله كابتن احمد صديق غنى عن التعريف كلاعب وكمدرب واعد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها، مدرب بيمتاز بالسلوك الطيبه والروح العاليه جدا مع معانا كجهاز ومع اللعيبه، منظم في شغله، مدرب واعد، مدرب واعد يعني حتى لما بيجي في تشكيلات او في اي حاجه بالنسبه لتخص الفرقه بيجمع لك جهاز فني وبياخد راينا كلنا، يعني هو عايز يعمل حاجه معينه فبيقعد يقول احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا، ايه الراي؟ ياخد رايي ياخد راي الكابتن احمد، فهو مدرب واعد وباذن الله انا بتوعد له ان هو هيبقى حاجه كويسه باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله. خارج الملعب روحه عاليه جدا، اخ وصديق ومتعاون مع اللعيبه كلها، اللي عنده ظروف اللي عنده اي حاجه بيقدر يتعاون معاهم، حتى الجهاز الفني لو في اي حاجه بالنسبه لينا بيبقى سند واخ لينا يعني صراحه يعني. من الشخصيات المحترمه والله الواحد يتعامل معاها يعني، وبصراحه متعامل كاخوات يعني مش كاداري او مدرب مدير فني او كده، فمن الشخصيات الكويسه يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله كلنا ان شاء الله يعني. لا بيتعامل كويس والله مع كل اللاعبين يعني، بيتعامل كويس باحترام باخلاق يعني، من الشخصيات الكويسه وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى حاجه كويسه ان شاء الله يعني في مجال التدريب يعني. كابتن احمد صديق مدرب كبير طبعا، كان بيلعب في النادي الاهلي ايام زمان، هو مدرب كبير طبعا وشغال معانا شغل كويس واداء جامد والله. بيتعامل معانا كويس، هو اللي بنكسبنا، بيتعامل معانا براحه طبعا وبيدينا حاجات بننفذها، كابتن كويس. كابتن احمد صديق كابتن هايل، على طول بيعاملنا ان احنا لازم نكون عندنا ثقه في نفسنا وعلى طول نكون يعني مش قلقانين بقى وكده، وعشان احنا لابسين التيشيرت دي واحنا النادي الاهلي لازم نكون على طول يعني رجاله. وكابتن احمد صديق بيعاملنا كويس جدا وبيشجعنا على كل حاجه. طبعا كابتن احمد صديق ضاف لنا كتير كلعيبه وعلمنا ازاي نبقى يعني رجاله في الملعب، ما نخافش من اي حد، احنا النادي الاهلي. وطبعا ضاف لنا شخصيا اللعب وبقيت احسن كتير في حاجات كتير جدا خصوصا الدفاع. كابتن احمد شديد طبعا شخصيه محترمه جدا وواحد يعني بيستفاد منها كتير قوي ومدرب كويس طبعا. شايف ما شاء الله كابتن صديف التقرير ده يعني علاقه حب واحترام تجمع الجهاز الفني باللعيبه كمان بالكابتن احمد صديق. والله يا كابتن اسامه يمكن الحمد لله من اكتر الحاجات اللي انا يعني استفدتها السنه دي وجودي مع الجهاز ده، وبالاخص يعني كابتن احمد يونس بقدم له كل الشكر والدعم لانه من اكتر الناس اللي بتدعمني، درجه الخبره خبره كبيره كمان ما شاء الله، اشتغل مع جهات كتير جدا في النادي واسمه كبير جدا في مجال التدريب، فانه يبقى موجود معايا ويساعدني وعنده شغل كتير جدا، والموضوع ماشي بينا بحب الحمد لله يعني، وانا يعني مصدقه في كل اللي هو بيقوله ان هو مبسوط جدا في الشغل في التعامل بيننا الحمد لله، ودي وهو ده النجاح. الحاله دي اللي تبقى موجوده بين الجهاز بينه وبين بعض هي دي اللي بتتنقل للعيب، اللعيبه لو شفت الجهاز بالترابط ده هيبقى هم كمان بنفس القصه الحمد لله. يمكن واحد مع الاولاد بقى بيحاول يساعدهم في كل حاجه، بيحاول يساعدهم في الالتزام. الموضوع انت عارف الاهلي مش لعب بس، ممكن يبقى لعيب كويس قوي لكن شخصية ما تنفعش في النادي الاهلي، عشان كده انت بتبني شخصيه وفنيه وسلوكيه. انا بقول لك مرحله صعبه جدا يعني، بس الواحد بيستفاد منها والواحد بياخد خبرات كتيره جدا جدا، لان زي ما بقول لك انت بتربي الولد على حب النادي وعلى الاخلاص للنادي وعلى انه النادي الاهلي ده لازم يبقى رقم واحد في كل حاجه في كل البطولات، حتى لو ماتش ودي الموضوع يعني الموضوع بتشغل فني وذهني وتكتيك وحاجات كتير قوي، لكن انا سعيد بالتجربه دي الحمد لله يعني. بالنسبه ل 2008 اسالك سؤال في حته الانتقاء اللاعبين، بشوف انديه الانتقاء على اساس الجسم، انتقي لاعب جسمانيا قوي جدا هيفرق في السن ده، التسديده بتاعته، السبرنت، القوه البدنيه، الكلام ده كله علشان اكسب بطوله. كابتن احمد صديق توجهه في الحته دي، انتقي اللاعب ممكن يكون جسمانيا قليل لكن انا شايفه بعيني ان ممكن فنيا الولد ده بعد 3-4 سنين يتطور بشكل كبير ويكون موجود في النادي الاهلي وهو ده اللي يكمل. انتقائك بيكون على اساس ايه للاعيب؟ على كل اللي انت قلته ده. يمكن احنا في لعيبه موجوده معانا في الفرقه بدون ذكر اسماء ممكن ما يبقاش لهم تواجد السنه دي في الفرقه، يعني ممكن ما يلعبوش السنه دي. لكن انت شايف بعينك ان كل الولد بعد سنه او اتنين طبعا ومحافظين عليهم وموجودين وبياخدوا كل الشغل وبياخدوا كل الالتزامات اللي على النادي بياخدوها زيه زي كل اللعيبه. ليه؟ احنا شايفين ان احنا ممكن الولد ده بعد سنه او اتنين
مع مراحل النمو لما تكمل لا هيبقى لعيب كويس. عندنا عدد بجد يعني مش قادر مثلا يقل عن 4-5 لعيبه بالشكل ده. مش هحتاجهم ممكن ما احتاجهمش السنه دي خالص بس يعني ممكن ما احتاجهمش في المنافسه طبعا موجودين طبعا يتطوروا بعد كده. لا انا بقول لك هيبقى لعيبه كويسه جدا كمان لكن ممكن الوقت ده بص يا اسامه مالك المرحله صعبه مرحله السنه دي صعبه جدا في كل حاجه. انت الشهر بيفرق يعني ممكن يكون في ولد مولود في اول سنه 2008 غير اللي مولود في اخر 2008 طبعا 7-8 شهور فرق بتلاقي ده المراحل النمو التفكير كمان سواء في الجسم او التفكير 7-8 شهور بيفرقوا كتير جدا جدا في السن ده. يعني ممكن يكون ولد مثلا مولود في شهر 1 ولد تاني مولود في شهر 10 8-9 شهور دول بيفرقوا كتير جدا طبعا. فانت بتعمل حساب كل الحاجات دي بعينك انك بتبقى شايف خلاص عندك نظره ان شايف الولد ده لا ده فارق عن الولاد التانيين عشان ده مراحل النمو عنده اكتملت. الولد التاني لسه قدامه ممكن على نهايه الموسم او على نص الموسم تلاقيه في حته تانية. فبناخد بكل الحاجات دي بناخدها كلها في عين الاعتبار. لكن بيقابلنا بقى مشكله كبيره جدا انت مع احترامي الكامل في انديه تانية ايوه ودي بجد من الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا تشوفها انك بتلاقي ولاد في الفرق التانية اكبر بكتير جدا يعني مع احترامي الكامل السن بكتير. طبعا يعني ممكن ب4-5 سنين كمان والله بنشوف كده والسنه فاتت شفتها كتير جدا جدا. يمكن احنا بنحاول نشتغل على الولاد دي ان احنا بتيجي في الماتشات الوديه ان احنا بنحاول في المباريات الوديه بنلاعب مرحله سن اكبر منا شويه ليه عشان الولد يتعود على الاحتكاك على القوه مع الفرق المنافسه. لكن انا شايف ان ده مش من العدل خالص في خد بالك يمكن احنا بيجي لنا لعيبه كويسه قوي ولكن بنحس انها ممكن ما يبقاش ده سنها الطبيعي فلا بنقول شكرا. دلوقتي عايزين نعرض بس الهدف ده تاني عشان عايز اربط الكلام ده باللعيبه اللي عند الكابتن احمد صديف 2008 بيتفرجوا يعني بيشافوا لك الاهداف القديمه اللي انت جبتها. في ولاد بيجي يقولوا لي اه كابتن شفنا لك الجون ده انت مش عارف جبته يعني شايف فاكر الهدف ده؟ اه طبعا مباراه الشبيبه دي يمكن شبيبه القبائل كانت مباراه الصعبه دي كانت اول مباراه ما اقدرش اقول يعني كده تاني مباراه في المجموعات لو تفتكر كنا اول مباراه خسرانين من صفاقس من صفاقس في تونس صح كده؟ صح خسرنا اول مباراه في دوري المجموعات الصفاقس ودي كانت تاني مباراه كانت مهمه جدا وكان في بقى كميه اصابات غير طبيعيه ابو تريكا ووائل جمعه وعماد يعني كتير قوي 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 يعني كانت المباراه دي مهمه لازم نكسبها وبركات يعني وكان لازم نكسب المباراه دي يمكن ربنا كان موفق الحمد لله انا جبت جون وعملت لك الجون الثاني عملته برضو يعني اما انا في العارضه وانت تجيب جون اسيست ولا مش اسيست الجون فاضي طبعا لا والله الواحد بيحمد ربنا على الجيل ده وعلى الحب اللي كان موجود بينا والاحترام عايز المواقف الحلوه اللي كانت موجوده بقى وانت كنت راجل موجود يعني باين عليك هادي كده وبتاع بس انت لا يعني ورا الكاميرات كنت حاجه ثانيه. لا بص يعني هو هتتكلم عن المواقف يبقى بركات يعني تحدث ولا حرج يعني بركات ده من الناس اللي بص يعني مثلا فاكر موقف انه بنلاعب لاعب نادي الزمالك مباراه السوبر وانا بادئ المباراه وفي التسخين وهم كانوا لسه جايبين لعيب برازيلي اسمه ريكاردي تقريبا او ريكاردو بيلعب باك ليفت تمام ولسه اول مباراه يلعبها انت هيلعب عليك اول مباراه السوبر بتبقى في بدايه الموسم مباراه السوبر احنا في التسخين قال لي جاي جنبي بقى كده قال لي ابسط يا عم جابوا لك واحد برازيلي يعني هتبطل لا بركات يعني بص مواقف صح صدقي هو يقول صح صدقي ومن وقتها ريكاردو هو اللي بطل طبعا الحمد لله عملنا ماتش كويس. لا انا يمكن كان في انا كنت يعني بحمد ربنا طبعا كل مباريات الزمالك اللي لعبتها اسامه بجد بفضل الله كان بيبقى في توفيق معايا غير طبيعي يعني بحمد ربنا جدا كل مباريات الزمالك اللي لعبتها بفضل الله كنت موفق جدا جدا يعني الحمد لله. طب قول لي بقى واحنا داخلين على مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادمه لعيبه الاهلي تدخل ازاي في المباراه خاصه واحنا بنتكلم عن بركات جاب لك هدف محمد بركات ده كان الهدف الثالث المباراه دي الدوري ده 3-3 الدوري ده الدوري لا بركات بركات كوره وشخصيه يعني فنيا وشخصيه لا يعني مش موجوده بجد والله وانت اكيد عارف كان ممكن يهزر يعني يفضل يهزر وانت في التسخين لكن المباراه تبدا واحد خلاص. تاني واحد أول. تاني طبعا قوه وحماس واخلاص وتركيز و لا بص جيل الجمهور بقى وعوده الجمهور مع الرابطه الف والف لكل نادي نتمنى ان شاء الله نشوف الملاعب يا رب مره رب. تانية بالشكل الحلو ده شايف جمهور الكره وحاجه والله مع يعني طبعا في فروقات فنيه كتير موجوده عن الاجيال اللي فاتت والجيل ده لكن لو الجمهور موجود بالشكل ده لا هتلاقي كوره احسن من كده كمان هتلاقي وبالاخص للنادي الاهلي خد بالك جمهور النادي الاهلي ده رقم واحد احنا ما بنقولش بقى رقم 12 لا هو رقم واحد ولعيبه النادي الاهلي قدام الجمهور لا الموضوع بيختلف تماما تماما يعني بتلاقي بقى اللعيبه اتحولت بجد
تلاقي اداء فني زي الفل واجوان كتيره وروح وقلب وحماس، لان هو الجمهور ده بيعمل حاجات فينا مش بقول لك. انا المباريات السابقه انت بتقعد في البيت تتفرج على المباراه بتسمع صوت الالف اللي قاعدين كان الاستاد مليان، دخل بقى والاستاد مليان. لا يعني طبعا بنشكر الرابطه اللي موجوده دلوقتي لانها خدت خطوات ايجابيه كتير جدا 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 يعني نتمنى الاعداد تزيد، لان ده مع التصور اللي موجود ان شاء الله ان الدوري يكمل في ميعاده وما فيش تاجيلات كتيره، ومع النظام اللي موجود مع وجود الجمهور باعداد ان شاء الله تبقى مناسبه، لا الموضوع يختلف تمام. الموضوع هيبقى يعني وكل ده هيرجع يصب في مصلحه المنتخب اكيد طبعا. الحاجه المهمه لعيبه النادي الاهلي تدخل المباراه ازاي كابتن احمد؟ هي مش مباراه بطوله لكن مباراه مهمه دايما ودايما وابدا. مباراه الاهلي وزمالك لو بتلعب مباراه وديه حتى دي حقيقة. لو مباراه في الناشئين بتكون مباراه يعني ذات اهميه كبيره. لعيبه الاهلي تدخل ازاي؟ النادي الاهلي ما شاء الله فرقه محترمه عنده لعيبه وانتدابات قويه تم اضافتها للفريق، زاد اللعيبه الموجوده قبل كده، وكمان نادي الزمالك عنده لعيبه مهمه وعنده فرقه كويسه. انا ضد يقول لك ان نادي الزمالك وموقوف عنه القيد فترتين ونادي الزمالك نص، لا نادي الزمالك كامل العدد وعنده لعيبه بره وجوه الملعب. لا طبعا انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه المباراه كويس قوي قوي وعارفين ان هي مباراه بطوله، مباراه القمه على طول مباراه بطوله، خصوصا يمكن تفوقك انت الفتره الاخيره او باستمرار على نادي الزمالك، فده المفروض ان ده يبقى دافع قوي للاعيبه النادي الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. موضوع تركيز هدوء، لان الاهداف المباراه دي هو اللي بيحسم المباراه اصلا. النادي الاهلي عندك تدعيمات كويسه قوي، انت دلوقتي ما بقاش عندك مشكله مين يلعب مين يبدا ومين احتياطي، بقى عندك حلول كتير قوي على الدكه، ودي من الحاجات المهمه قوي لاي فرقه كبيره انت بتنافس في اكتر من بطوله، فلازم عندك عدد كم كبير من اللعيبه تقدر تساعدك في اي وقت، خصوصا ان انت الفتره دي كان بيبقى فيه اصابات كتير قوي فكان بيبقى عندك مشكله، لكن الموسم ده في تدعيمات كويسه انا شايف انها من الحاجات اللي هتفرق كتير مع الفرقه ان شاء الله. التركيز الهدوء، اكيد مصطفى سوماني مع كابتن سامي ومع الجهاز اكيد ده هيدرسوا المباراه كويس قوي، لكن برضه ما نقدرش ننكر ان نادي الزمالك ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره، لكن دي مباراه بره التوقعات تماما. مين مراكز القوه في نادي الزمالك اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تاخد بالها منها في المباراه دي؟ يمكن انا شايف من اخطر الناس بن شرقي من اللعيبه المهمه جدا، والفتره الاخيره زيزو ماشي بشكل كويس قوي، اوباما برضو من اللعيبه المهمه في الفرقه، يمكن هم عندهم الخط الامامي شغال بشكل كويس قوي، لكن اكيد في سلبيات وفي ايجابيات اكيد مصطفى سوماني هيشتغل عليها، وهو الامانه من الناس اللي بتشتغل كويس قوي على الفرقه الثانيه. يمكن انت لما تبدا بالتشكيل ده وبالطريقه دي مباراه الاسماعيلي كل اتفاجئ بيها، ويمكن كان في كلام كتير قوي قبل المباراه من كل الاستوديو التحليلي فاجئ الناس بالطريقه وبالتشكيل اللي حط، التشكيل والاداء والنتيجه غيرت الفكر تمام. فانا اتمنى ليه التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه لانها مباراه مهمه جدا يعني. شرفتنا ونورت لك يا كابتن صديق. شكرا يا كابتن اسامه، وانا سعيد بوجودي معاك، واتمنى التوفيق ان شاء الله للفرقه السنه دي، ونقدر يا رب نعمل حاجه كويسه. وبعتذر لكل اللعيبه اللي ما ظهرتش في التقرير، يمكن اكيد انت كنت تتمنى تجيب كل اللعيبه ان شاء الله نجيبهم ونزع لهم ماتشات كمان زي الفرق 2001 و2003 و2006 نزع لكم كمان ماتشات ان شاء الله. ده تصريح مهم جدا منك للعيبه دي، ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله تزع لهم ماتش او اتنين، وانا بقول لك ان شاء الله ربنا قدر وبقيت موجود بالقناه وبالاعداد عندك ان شاء الله تشوف حاجه كويسه يعني تبقى سعيد بيها ان شاء الله. ان شاء الله انا سعيد بالحوار معاك واستمتعت بالحوار معاك، وكمان قريب نشوفك بقى يعني مدير فني كبير في الدوري الممتاز يا رب ان شاء الله. يعني اتمنى ابقى في النادي الاهلي الاول ان شاء الله، ان شاء الله وبعد كده طبعا ان شاء الله. شكرا يا كابتن اسامه، وسعيد بوجودي معاك، وبشكر الاعداد وبشكركم على التقارير والحاجات الحلوه اللي عملتها لنا النهارده. واحنا بنشكرك يا كابتن صديق، يعني بشكر ضيفي الكابتن احمد صديق نجم الاهلي السابق، نموذج محترم، وكمان انا سعيد بالفيديو اللي احنا شفناه وكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ عن نجمنا احمد صديق، ودي شهاده هتفضل موجوده في التاريخ بنور من ذهب في تاريخ كابتن احمد صديق، مهما جاب بطولات لكن الموقف ده موقف هيفضل محفور في تاريخ احمد صديق على المستوى الشخصي. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.